السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهارده يا جماعه. احنا فين؟ بنشجع فريق بلدنا الاهلي. الاهلي رقم واحد في العالم ان شاء الله. نتمنى نفوز النهارده ان شاء الله يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. الله ييسر امرنا ان شاء الله. ورايحين ابو ظبي، رايحين نسمع ماتش الاهلي ومنتهي ان شاء الله باذن الله. راح اوصل هنا الرشيدية، اجيب اسامة معايا صاحبي، هو اللي هيكون معايا في الرحلة ان شاء الله. ان شاء الله فلوج جاي يعجبكم، خليكم معايا. السلام عليكم. احنا دلوقتي في طريقنا يا جماعة لابو ظبي لكي نشاهد ماتش الاهلي. ويادي يا اسامة معايا النهاردة ايه؟ عم اسامة. اسامه هو يا جماعه اللي انا قلت لكم اللي هو المفروض كان يسجل يعمل ايديتنج وما عملش، والفيديو لسه موجود وما اتعملش، والفيديو ده اعتقد ما يتعملش برضه. امسك يا ابني، امسك يا ابني، امسك يا ابني، صورني يا ابني. احنا دلوقتي يا جماعه بص احنا في الطريق تمام، لكن احنا فين دلوقتي؟ اسس انا عند ماكدونالدز ماك تمام. هنا في بنجيب بس الاوردر وناكل في الطريق واحنا ماشيين، ربنا يستر الطريق. انا اعمل ان الاهلي يكسب النهارده، بس اعتقد لان اخر ماتش بيننا وبين الفريق ده كان في 2013 وكان كسبنا 5-1. ربنا يسترها. This noise. انا والله بيكم يا جدعان، احنا في طريقنا لابو ظبي. نشكر اخونا اسامه قدمنا على ماكدونالدز. فيديو مونتيري، فريق مونتيري اللي هو رايح يقابل النادي الاهلي. الباص جاي ورايا ده من رزقي ده والله. مونتيري يا جدعان، انا همشي ورا الباص ده بقى، هو كده كده راح. انا كنت فاتح ماب، فلا نقفل بقى الماب ونمشي وراه. Accelerate.
كان هيطير وشك دلوقتي. الحمد لله احنا سيبنا السلام عليكم صباح الفل. ايه الاخبار؟ احنا جينا من الظهر امبارح الساعه 3:30 تمام، دلوقتي الساعه 9 ومضيت. كنت في موقع تاني صاحي بدري يعني برضو كالعاده، ما نمتش والله الا ساعتين. كنت عايز اكمل فيديوهات امبارح بس التليفون حصل شحن، لكن ايه الفيديو ان شاء الله هظبطه النهارده، هيبقى الجزء ده فيه ممكن ازود عليه شويه حاجات كده. خليني بس اعدي الاشاره ديت وبعد كده ما يسهل استنى ماشي. خليكم معانا يا رب الفيديو يعجبكم. الحمد لله سلمنا بلدية، هنروح نشوف الموقع التاني. عايزين يومنا طويل وانا عايز انام، والنهارده ماتش مصر يعني هنعملها ازاي دي ما تعرفش. الله المستعان هنعملها ان شاء الله.